السلام عليكم. الحمد لله المستوى. نعم ازيك فيك؟ اتفضل. اقول لك شيخ، بقالي مثلا حوالي شهرين كده كنت بصلي مع امام مسجد، وبعد كده عرفت ان هو طلع مشرك. يعني امام مسجد مشرك. عفى الله عما سلف، صلاتك التي صليت لا تعاد، ان وقتها قد انتهى، وبعد ذلك لا تصلي خلفه اذا كان مشركا. يعني ما عداش خالص يعني؟ لا ماشي.